السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، أقدمها إليكم أفورك يوهنس. عقد اليوم مجلس النواب اجتماعه العادي 12، وفي جلسته العادية وافق المجلس على تعيين 3 وزراء قدمهم رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد. وفي هذا الصدد تم تعيين الدكتور جيتاتشو موكريا وزيرا للتربية، وملاكو اللبل وزير للتجارة والصناعة، والدكتور أبراهام وزير الابتكار والتكنولوجيا. وأدى الوزراء اليمين أمام مجلس النواب. وفي نفس الجلسة تابع المجلس تقرير أداء ل6 أشهر لوزارة العلوم والتعليم العالي. وقدمت وزيرة العلوم والتعليم العالي هيروت ولد مريم تقرير أداء الوزارة ل6 أشهر الماضية. قالت مفوضية الشرطة الفيدرالية إنه تم تشكيل 3 فرق للتحقيق في أخبار اختطاف طلاب جامعة دمبي دلو بولاية أوروميا. وأوضح إنداشاو تاسو المفوض العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية للصحفيين أن الفرق بدأت العمل في التحقيق في حادثة الاختطاف. زمزم نصر الدين لديها من المزيد. قال إنداشاو تاسو المفوض العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية إن التحقيق الذي قامت به الشرطة أثبت اختطاف 12 من الطلاب في أوائل ديسمبر من جامعة دمبي دولو. وقال إنداشاو إن الشرطة الفيدرالية بدأت التحقيق من خلال إنشاء 3 فروق وسوف تعلن النتائج عند الانتهاء من التحقيق، مشيرا إن الحكومة دمرت الجماعة المسلحة التي قامت باختطاف الطلاب وتعمل في المنطقة نفسها مطاردة عناصر أخرى. وقال نوغوسو تولاهون السكرتاري الصحفي في مكتب رئيس الوزراء إن الطلاب تم اختطافهم أثناء توجههم إلى أديس أبابا من الجامعة. سافرت لجنة فنية للتحقيق في الموقف 2 مرة إلى المنطقة وقامت بجمع المعلومات المفيدة، أجرت مشاورات مع أفراد المجتمع وطلاب الجامعة. وقال إن المعلومات التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقول إن الطلاب قد أصيبوا غير صحيحة، إنها معلومات خاطئة. الهدف من نشرها خلق فجوات بين الجمهور والحكومة. في عملية قام بها جيش الدفاع الوطني تم إطلاق سراح 21 شخصا بينهم طلاب. يزور وفد إثيوبي برئاسة وزير الدفاع الوطني لما مجرسا فرنسا، وذلك في زيارة رسمية. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الذي يضم كبار الجنرالات بمسؤولي المكتب الرئاسي ووزارتي الدفاع والخارجية بدولة فرنسا ورئيس أركان الجيش الفرنسي. كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال التدريب العسكري وتوفير المعدات العسكرية للقوات الجوية والبحرية الإثيوبية. جرت مشاورات في مدينة أداما حول أهمية المصالحة المحلية التقليدية من أجل تحقيق السلام في البلاد. وحضر المنتدى الذي نظمته وزارة السلام أعيان البلاد وشيوخ القبائل من مختلف أنحاء البلاد. وقال مجبارو ياريد مدير تنمية الموارد الاجتماعية والاتصال في وزارة السلام، فإن عملية المصالحة التقليدية في جميع أنحاء البلاد تساهم في تحقيق السلام في البلاد، مشيرا إلى أن كبار السن وأعيان البلاد يجب أن يعززوا قيم المصالحة في البلاد باعتبارها حلا للنزاعات التي تشوب هنا وهناك. نظمت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية منتدى يضم أصحاب المصلحة بقاعة اللجنة الاقتصادية الأفريقية بهدف إحداث تغيير مؤسسي إيجابي. وحضر المنتدى ممثلو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما ركز المنتدى في نقاشه على أهمية استقلالية المفوضية في الميزانية ورفع وعي المجتمع بشأن حقوق الإنسان. وجاء في المنتدى أيضا أهمية الحصانة القانونية لموظفي المفوضية ومسؤوليها من أجل تفعيل المفوضية وممارسة أعمالها بشكل لائق.
سيتم افتتاح مشروع سد جنالي داوا لتوليد الطاقة الكهربائية الأسبوع المقبل في اليوم الرابع من شهر فبراير عام 2020. ويتمتع السد بقدرة توليد طاقة تصل إلى 254 ميجاوات، وكلف المشروع 451 مليون دولار، حيث تم بناؤه على نهر داوو جنوب شرقي البلاد. وبدأ بناء السد الذي يبلغ ارتفاعه 110 أمتارا وطوله 426 مترا بدأ بناؤه في عام 2018، وهو قادر على استيعاب 2.5 مليار متر مكعب من المياه. كما يتوقع أن يزيد هذا المشروع قدرة البلاد في توليد الطاقة الكهربائية. وقامت بتنفيذ المشروع شركة صينية تسمى جوزوبا. تم تكثيف أعمال الفحص والتوعية بمطار بولي الدولي لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت وزارة الدولة بوزارة الصحة الدكتورة ليا تاداسا إنها وقالت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الدكتورة ليا تاداسا إنه يتم التأكد من درجة حرارة الركاب القادمين إلى إثيوبيا عموما وخاصة من الصين. ويقوم الأشخاص القادمون من الصين والدول العشر الأخرى التي دخلها الفيروس بملء استمارات تضمن درجة حرارة الجسم والمعلومات الخاصة بهم ومشاعرهم، حيث يخضعون للمراقبة بشكل يومي. وأنشأت البلاز مركز للحجر الصحي يتسع ل30 شخصا، وأن هناك استعدادات أخرى جارية. وقالت الدكتورة ليا إن الخبراء يقدمون التدريب ورفع الوعي بشأن الوقاية من الفيروس.